زويدة اليوم. الله معكم. بخبروا عن أحد أصحاب أكبر الشركات بالصين، مات وترك لزوجته ورثة كتير كبيرة. من بعد وفاته بفترة، الزوجة تزوجت من السائق الخاص لزوجها. السائق كتب بمذكراته وقال: لسنين كنت أفكر حالي عم بشتغل عند معلمي، بلحظات صار كل شغل معلمي وتعبه لألي. كرمال هيك رح خبركن عن حقائق مرت معي عدروب الحياة. إنه تعيش ببساطة لوقت أطول أفضل من العمر الطويل والسعي ورا تجميع المال. أول حقيقة، اهتم إنه تكون سعيد، صحتك جيدة، عقلك سليم. اتصور إنه الإنسان بيشتري أفضل موبايل 70% من مزاياه ما بتلزمه، بيشتري أفخم سيارة 70% من الإضافات اللي فيها ما بيفيدوه، بيشتري أكبر وأوسع بيت ما بيستعمل إلا 30% من مساحته. شو بدي أحكي عن التياب؟ أكثر من 70% منها مش ملبوس، بعده جديد. مع الأسف الحياة اللي منعيشها منقضي 70% منها بتجميع المال يلي ما منصرف منه إلا 30%، والباقي يعني 70% بيستفيدوا منه الورثة. كرمال هيك بنصحكن اهتموا بصحتكن، كونوا سعداء، وتذكروا على طول انه مال الدني بيضل بهالدني. زوادي بتقلي وبتقلك، بس بدنا نوقف قدام الديان العادل، ما رح يسألنا عن سيارتنا وبيتنا وثروتنا وأشغالنا، رح يسألنا كم مرة كنت جائعا أطعمتموني، كنت مريضا زرتموني، كنت بردانا وعريانا كسيتموني. نيالنا إذا منسمع وعم بيقلنا كل ما فعلتموه مع أحد إخوتي هؤلاء الصغار لي فعلتموه. والله معكم.